سالي، مع الوقت وبهي الظروف اللي عم نعيشها كثير من اغراض البيت اللي ممكن تنتهي مده استخدامها او صلاحيتها كمان، لكن بفكره صغيره او ادوات بسيطه ممكن نعيد استخدامها لغرض جديد ببالنا. وهيك ضيفتنا اليوم رح تحكي لنا عن تجربتها ضمن مساحتنا لليوم، من اقمشه قديمه بين ايديها حولتها للوحات قماشيه غايه بالاتقان والجمال. هذا الشيء رح نشوفه هلا طبعا من خلال القطع اللي جابت لنا اياها، ونتعرف اكثر عن تجربتها. طبعا ميساء زكار مهتمه باعاده تدوير الاقمشه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. اذا بدي احكي عن تدوير الاقمشه كفكره بدي بلش فيها انه هي قديمه حديثه. صحيح. يعني قديمه انه هي من تراثنا السوري، قديمه انه كانوا ستاتنا وستي كانت تشتغل فيها. حلو. ولاحتياجات المنزل هلا نحن هلا زادت لانه الوضع الاقتصادي رجع. طبعا. فالواحد صار ما عاد يكب شيء هيك كان. صح. وطورناها وحدثناها نحن لانه صارت مثل لوحه اكثر من انه يعني انه عمل. صحيح. يعني يسعد صباحك على جديد ميساء، ونحن دائما بنحترم العمل يلي بيقدمه الانسان بجهده وبيطلع شيء جميل وقابل للاستخدام، او كان هو مهمل ونحن استخدمناه. قطع جميله مشغوله بهيك بروح بنفس، اكيد نحن قعدنا تدويرها لتكون مثل شلاشف طاوله. تحكي لنا شوي عن عملك، عن بدايه عملك باعاده تدوير الاقمشه. بدايه عملي تعرفنا على الدكتوره سحر البصير بمجموع خلايا النحل دون خان اسعد باشا. كانت ضمن الازمه، كانت عم تعلم السيدات مشان تعيل يعني السيدات تتعلموا. تعلمنا ضمن مراحل، يعني 5 مراحل اجتزناها من 4 قطع ل 185 قطعه، وصلناهم كشرشف كبير. حاولنا انه بعدين اخذنا شهاده حرفيه وصرنا محلات مدربات وشاركنا بالمعارض ضمن محلات سوريا. حلو. طيب يعني نحن اليوم شايفين جايبت لنا قطع من عملك باعاده التدوير. خلينا نحكي على كل قطعه، يعني مثل ما عم نشوف قطع بسيطة ما كتير فيها تعقيد بالعمل، لكن بنفس الوقت أنيقة وبتناسب كل بيت سوري. خبرينا أي نوع من الأقمشة ممكن نعيد تدويره، شو الأساسيات اللي ممكن تعيدي تدوير الأشياء فيها، وأفكار بسيطة اللي عم تتبعيها. أي قطعة قماش عندك أو أي قطعة قماش بالبيت أو حد عم يعطيك إياها، يعني من خلال أنه جتني قطعة قماش أنا يعني بلورة هيك بذهني انه بدي روح على البيت، هي شو بدي ساوي راسا برسمها على الدفتر، انه انا في بدي رسم. في رسم اول خطوه رسم، اول خطوه على الرسم نرسمها على الدفتر كرسمه كيف بدي ساويها، وبعدين يعني بنفذها على القماش. نعم. يعني ايضا زينب مع قطعه هيك هي لونين مع بعض، ولكن هي ايضا قطعه ممكن كمان عشبتها لسان. اي والله ملونه كثير. مزبوط. يعني ميساء عم نشوف هي القطعه الملونه اللي مشغوله ضمن قطع قماش، يعني احمر وزهر وداخلها اخضر، حتى هدول حلوين. احكي لنا عن هي القطعه، اخذت شغل معك؟ طبعا كل قطعه بتاكل وقت، لانك بدك تنفذي اول شيء مثل ما قلت انه بدي نفذها اول شيء رسم الشيب على الايد. على الايد. تفضلي. بدي نفذها على الدفتر وبعدين يعني بخيطها. وحبي للالوان، يعني انا لانه بحب الالوان لاحظنا انه في الوان كثير بالقطع الموجوده. ايه. عندك يعني هوايتي بالالوان ودمج الالوان، هذا اللي خلاني احب تدوير الاقمشه. طيب انت اليوم قبل ما كنت تفوتي بهذا المجال حضرتك ما كان عندك شغل، ما هيك بلشتي بهذا العمل اعاده التدوير؟ هل عم تعلمي السيدات؟ في كثير سيدات عم بحبوا يتعلموا هي القصص. إيه، هل عم بتعلميهم اساسيات؟ وانت قولي هيك تجربتك، يعني هل القصه صعبه بهذا المجال ولا لا؟ كل ست فيها تبدا لو باشياء بسيطه. لا، كل ست فيها تبدا لو يعني بشغلات بسيطه عندها بالبيت. يعني يعني القطع القصقوصه هي بتشكل مثل ما قلنا مستهلكه بالبيت. انت اول قطعه شو هي اللي قعدتي تدويرها؟ اول قطعه شرشف 4 قطع ب4 قطع، وبعدين بلشنا بشرشف كبير كمثل هاد 185 قطعه موصولين مع بعضهم. يعني اي قطعه مستهلكه بالبيت بتقدري انه تشكليها فيها وتحطيها بمكان، متى ما حطيتي كل قطعه بمكانها المناسب صار عمل ابداعي. يعني قديش اختلفت حياتك ميساء من مرحله انه انت سيده منزل، خلينا نقول ست بيت،
اكيد مثل ما بنعرف ستات البيوت احيانا بيملوا من شغل البيت، كل يوم عندهم الطبخ وكل يوم عندهم هدول القصص، ولكن بس اشتغلتي قد فرقت حياتك؟ اول شيء فرقت حياتي ماديا بس حتى نفسيا. اول شيء فرقت حياتي انه انا نميت هوايتي اللي بحبها بالتلوين. حلو. انه حسيت انه عم ساوي انا قطع فنيه، عم لون المشموع، انا عم بجمع الالوان. حسيت انه بوقت فراغي كمان ما عاد في عندي وقت فراغ. هذا الشيء. والشيء الناحيه الماديه انه يعني في مردود مادي لقلب البيت يعني ان شاء الله. طب خبرينا اليوم ست البيت لما بدها تعيد تدوير اي شيء، في افكار معينه ممكن تفيديها فيها يعني بشكل معين، حتى لو كان بدها تعيد ديكور البيت او تعمل شيء جديد لبيتها، لانه شفنا هلا الوضع انه ما بيتحمل انه دائما التجديد مثل قبل، فالست عم تحاول انه تعمل بدائل بايديها. خبري عن بعض الافكار اللي ممكن انه تستفيد منها باعاده التدوير. عندي معش ممكن انا بدل مثلا غرفة القعدة مثلا حط لها مخدات جديدة. حلو. يعني شيء لابق مثلا، ممكن انا خيط لحالي جلايل بشكل لوحات يعني انه يعني، وهلا نحن عم نحاول تعملي برادي مطبخ هيك شيء. ممكن انه هلا عم نحاول انه يعني شغلة جديدة انه مثلا نساوي كلوحة، يعني نرسم لوحة أكثر ما أنه نوصل القطع يعني. يعني عاد تدوير هذا الشغل شو بده، إبرة وخيط ولا في معدات تانية؟ لا إبرة وخيط إبرة وخلاص قماش والفكرة المرسومة على الورق. والفكرة المرسومة على الورق. أكيد شاركتي ببازارات؟ لا والله بمعارض ثقافية. حلو. يعني حسيتي شغلك نال اعجاب، يعني دائما الهدف الحد اللي عم يشتغل شغل يدوي أنه يحبوا العالم شغله، او مو بس مجامله، لا يحبوه عن جد، يلاقوه شيء مميز لافت نظرهم. في اقبال، في اقبال تماما. صحيح شوي الاسعار نحن عنا شوي غاليه، بس يعني انه لا والله مقبوله حسب ما قلتي لي، هيك كانت مقبوله. بس يعني انه يعني معرض دمشق الدولي، لا أكتي انا اشتركت معرض دمشق الدولي على سنتين. لا كثير يعني من خلال هدول شو بدي اقول اللي جايين من برا. لا كثير قصدك على العالم اللي جاي سياحه لعنا، وافدين يعني واللي عندهم اجنحه اجوا شافوا شغلنا كثير يعني حبوا. نعم. طيب خلينا نحكي كمان، عم تخبرنا زميلتنا هزار انه ساهمتي بتعليم اختك اعادة التدوير مع انه مصابة بمتلازمة داون. هذا الشيء نفسيا ومعنويا كيف اثر عليها وكيف تعلمت، هيك كيف كانت ردة فعلها بالتعلم؟ كثير حبت الفكرة. نحن على اساس انه نحن بنعلم ذوي الاحتياجات، اول شيء وقت فكرنا بهذا الشيء انه نتعلم من الدكتورة سحر نعلم ذوي الاحتياجات. حلو. وجربنا على يعني على اختي مثل ما بيقولوا، هي انجزت. اماني زكار. اماني نوجه لها تحيه ايضا لاماني، وكان لازم تكون ضيفتنا معك. اماني هي خيطت صراحه مخده ويعني ومباعت للبنان يعني اول ما خيطها، وفرحت يعني فرحت كثير يعني بانجازها. اكيد ونحن كمان فرحانين له، وهذا دليل انه الانسان قادر على يعني على فعل اي شيء هو بده اياه. ما في شيء بيعيقه، لا متلازمة داون ولا مرض ولا شيء، الإرادة دائما بتكون أقوى، ودائما هدول الأشخاص ممكن يقدموا لسه أكثر ما نحن. العاجز هو عاجز اللي ما بيشتغل يعني. صحيح أكيد 100%. خبرينا أيضا عن باقي القطع. هلا هي مخدة. إيه. سهل الشغل، بده وقت كثير ولا لا؟ ما بده وقت تقريبا سهل. بتاخذ معك مدة زمنية؟ هلا بالنسبه للشراشف الكبيره بياخذ معي شهرين لانه كله على الايد. شهرين. يعني تمام. بالنسبه للمخدات يعني بدها شيء هاي شهر يعني. بس حلاوه المخده لك في لها الزرار، يعني التفصيل القديم اللي كان عند اجدادنا عن جد ما في صحه، في انه فيها الست تحط كمان، هي فكره تحط زرار يعني، ممكن ندخل كروشيه يعني بدل الزر انه نحط وردات كروشيه عليها. تمام. طيب خبرينا شوي كمان، يعني فكرتي انك مو بس الاقمشه تتجهي الى تعيدي تدوير شيء ثاني، جربتي بما انه فتي بهذا المجال، ولا لا خلص ثبتتي على الاقمشه والمخدات والشراشف وهيك؟ والله يعني بواسطه النت صرنا نفكر باكثر من شغله، في كثير وسائل يمكن للتعلم. صح. يعني انه
بالبيت ممكن نسوي شغلات تحف فازات. فتي بهذا المجال بلشتي؟ وانا اختي بترسم لانه على الحجار مشان هيك يعني ممكن تساعدني شوي. نعم. عم بتلاقيها صعوبه باختي انه جيب المواد الاوليه ولا لا كلها موجوده عندك؟ احيانا بتضيفي للقطعه اللي عم تعيدي تدويرها اشياء ممكن انت تنزلي تشتريها من السوق، عم تلاقي صعوبه بهذا الشيء ولا لا كله عندنا متوفر هدول القصص؟ هلا كله متوفر بالبيت، بس احيانا انه بنحتاج لقطعه انه مثل هدول الشراشيب هدول من برا، انه نضيفها مشان نضيف جماليه للقطعه، يعني بنضطر انه نشتريها مشان نضيف بس جماليه مشان تطلع قطعه كامله لكن يعني. طبعا. طيب خبرينا اليوم من خلال احتكاكك مع النساء اليوم، قديه في عندهم افكار وشغف لتعلم اعاده التدوير، وخاصه عم نشهد بهي الفتره كل السيدات عم بيحبوا انه يتعلموا شيء معين يبدعوا فيه ويسوقوا له عبر الانترنت ليزيدوا دخلهم، وخاصه ستات البيوت. صح، يعني كثير عم يحبوا الفكره لانه هي بتفيدهم اول شيء بالبيت، ما فادتهم بالبيت ممكن يصنعوا شغله يهدوها لاصدقائهم باعياد الميلاد او حفلات، يعني هي اللي وممكن يدخلوا مردود مادي لهم. انت التسويق كيف عم تسوقي لشغلك؟ هلا حاليا تسويق يعني ما كثير ضمن الاجواء، ما في تسويق زياده الا ضمن هالمعارض اللي انا بشتغل فيها، المعارض والبازارات اللي ممكن اشتغل يعني اشترك فيها. هلا نحن اكيد ان شاء الله يا رب هيك من خلال هيدي الفقره بيكونوا تعرفوا العالم على شغلك ان شاء الله ميساء، ودائما يعني دائما الشغل بنرجع بنقول اليدوي قد ما الواحد زينب يعني دفع حقها فهي قليل حقها لانه من مجهود ايضا. ودائما نحن بنضم صوتنا لصوت كل امراه حابه تتعلم شيء جديد وتكون فاعله بالمجتمع. خلينا نحكي شوي كمان، يعني عم نشوف كثير من السيدات عملوا بصمه باعاده التدوير بمختلف القطع والمجالات وعم تطلع قطع فنيه وجماليه. قلتي احدى الوسائل المساعده انه تعلمتي وسائل الانترنت او اليوتيوب عم تتعلمي منها افكار. اليوم اغلب النساء، خبرينا عشو متجهة اليوم بإعادة التدوير؟ على الشغلات المفيدة اللي ما لها بحاجة انه تشتريها من السوق، يعني توفر على عائلتها وتوفر على حالها انه تشتغلها بقلب البيت. يعني ممكن انا ساوي فازة بقلب البيت من شغلات بسيطة، ممكن يعني هيك شغلات. حاولتي تساوي شغلات غير الشراشف؟ يعني بلشتي تحاولي؟ يعني هلا في دائما الانسان بينتقل من مرحله لمرحله. هلا حاولتي؟ حاولت اشتغل هلا بما انه انا بشتغل كمان ضغط عن حاس، يعني شوي حاولت انه اشتغل شغلات انه دخل يعني انه مع الشغل يعني. نحن بنتمنى لك كل التوفيق لك ولاختك، واكيد فخورين بكل امراه سوريه عم بتحاول تكون فاعله بالمجتمع وشريكة هيك بيت جدعه تقدر توقف على رجليها بالرغم من كل الظروف الصعبه. بنتمنى نستقبلك تكوني مشاركه باهم البازارات والفعاليات، وشكرا لوجودك معنا. بالتوفيق. شكرا لكم.